باقي ما سالاش وماتش مهم كيتسنانا باش ندوزو للفينال اللي ما لعبناش من 2004. داك العام تحكيم حرمنا من تاول مستحق ومن هدف واضح للفار بوحدو اللي ما شافوش. من 2002 مدينا الكاس 20 عام، مدة كبيرة بزاف على لقب غالي في قلوب كاع المغاربة. إلا كان ريال مدريد والوداد الوحيدين في العالم اللي داو البطولة والعصبة، فالوداد بإمكانها تكون استثناء في العالم إلا دينا ثلاثية البطولة وكأس العرش والعصبة. ماتش صعيب كيتسنانا ضد الفريق الوحيد هاد العام اللي ربحنا ألي روتور في البطولة، والفريق اللي كيدربو مدرب غيدير المستحيل باش يعتق موسم فرقتو اللي كيدرب واللي كيعشق. اللعابة كانوا رجال معانا وبينوا أنهم جزء من العائلة، تقاتلوا في كاع الماتشات ومازال كيتقاتلوا، وعندنا ثقة أنهم غيديروا جهدهم في ماتش ديال الأربع. فاس والكل في فاس، جملة اللي بغيناها تكون على أرض الواقع. جمهور الوداد غيدير جهدو باش يدفع فرقتو من المدرجات. رسالتنا للجمهور هو نكونوا منظمين ونحترموا المدينة اللي غادي ليها ونشجعوا فرقتنا، والهدف ديالنا الواحد هو نجيبوا التأهل. بالنسبة للاعبين اللي عليكم درتو، غتلعبوا هذا الماتش بلا ضغط، ولكن بغينا المزيد، بغيناكم تزيدوا وتكتبوا سمياتكم وتخليوا هذا العام متورخ وتعودوه لولادكم وحفادكم. شحال من واحد فيكم كان غيمشي في البداية ديال العام وما كانش حامل راسه وما راديش على راسه، ولكن بالخدمة كلشي تبدل ورديتوا الاعتبار ريوسكم والناس اللي تقت فيكم. كملوا على طريقكم، الكرة هي الأمجاد، هي البارماريس وهي السيفي ديالك باش عامر. كنتسناو ماتش ديال الجرينتا، ماتش ديال الوداد هاد العام، وداد البطولة والعصبة وإن شاء الله كاس العرش. ديما وداد. ما تسقسيني وشنو صاري، أبو نرفع يا حنبري باري. أبدا أعصب.